طبعا بالبداية أرحب بالحضور الكرام وبالأستاذ، يسعدني جدا أنه أكون وسط هاي المجموعة الطيبة. يعني شرف لي أنه أنطي المحاضرة اليوم بوسط هاي اللمة الحلوة. أرحب بالأستاذ رعد وبالمجموعة الكريمة، وإن شاء الله يا ربي نسأل الله سبحانه وتعالى أنه تكون المحاضرة مفيدة، ويعني من خلال هذه المحاضرة أنه نقدر ننتبه على هواي أشياء كنا يعني ما منتبهي لها، من ضمن أسلوب حياتنا، من ضمن كل ما يدور حولنا من أمور، يعني من مخاطر هي حقيقية، مخاطر حقيقية، لكن احنا ما منتبهين على هذه المخاطر اللي هي ممكن تكون سبب. الله يشفيكم شر هذا المرض، لأن هو الكانسر مثل ما نقول هو مرض يدخل من عدة أبواب ومن عدة شبابيك. بالبداية أحب أسألكم، الصورة واضحة يمكم؟ موجودة الصورة لولا؟ نعم، واضح الصورة. إن شاء الله. طيب، أعرفكم بنفسي، عاصمة البياتي، ممرضة جامعية، مدربة ممرضين في مستشفى الأورام الطب الذري. محاضرتنا اليوم أيضا هي عن السرطان والمخاطر اليومية. بالبداية قبل كل شيء إحنا حنحب ننطي فد نبدأ أو فد مقدمة عن كيفية حدوث السرطان. جسم الإنسان هو مكون من بلايين الخلايا، كل خلية ودقيق. بين قوسين الآية القرآنية تقول صنع الله الذي أتقن كل شيء، أماكو شيء في هذا الوجود هو عبثي، كل شيء مرتب. إن كل شيء خلقناه بقدر وبدقة، أي شيء يحيد عن النظام اللي الله سبحانه وتعالى خلق عليه، من يحيد عن هذا النظام يبدأ الخراب ويبدأ الدمار في كل شيء، في قانون الكون وقانون الحياة. بالبداية خلي نعرف الخلية. طبعا السرطان هو مرض يصيب الخلية اللي هي الوحدة الأساسية في جسم الكائن الحي. الخلية لها دورة حياة، تنقسم، تنمو، تموت. يعني هذه هي، خلينا نقول، طريق كل كائن حي. هذا الكائن الحي يولد، ينمو، يموت، قانون الحياة. توصل الخلية إلى حد معين، خلينا نقول حد معين من الانقسامات، ما مسموح للخلية أنه تنقسم أكثر من هذا الحد المعين. على أساس شنو؟ على أساس برنامج موجود بالخلية نفسها يتحكم في إيجاد، في انقسام هذه الخلية وفي وظائف هذه الخلية وعمر الخلية. يعني توصل حد الشيخوخة. يعني شنو حد الشيخوخة؟ المرحلة، الحد المسموح به من الانقسام. هذه الخلية وصلت هذا الحد، انتهت، وصلت مرحلة الشيخوخة، أصبحت يوزليس، عديمة الفائدة، تصير عبء. نفس مسير أو سلوك الإنسان. الإنسان من يوصل حد الشيخوخة ويصير عالة، عالة أو عبء، احنا بيننا هو نفسنا نقول لو الله يرحمه هذا ويرتاح واحنا هم نرتاح. نفس الشيء الخلية من توصل مرحلة الانقسام النهائي، الحد المسموح لها، توصل مرحلة الشيخوخة، لازم تنتهي هذه الخلية وتموت، لأن وجود هذه الخلية في مرحلة الشيخوخة راح يؤذي الجسم ويصبح الجسم ضعيف وما يقدر يؤدي وظائفه بشكل سليم. ومثل ما قلنا، هو أكو برنامج داخل الخلية يسموه Programmed Cell Death. هذا Programmed Cell Death أو هذا البرنامج اللي موجود داخل الخلية وصلت حدها، انتهى. لكن اللي يحدث عندنا هذه في حالات الاعتيادية، في الحالات الطبيعية، اللي يحدث عندنا نتيجة عوامل. هذه العوامل خلينا نعتبرها هي أبواب الكانسر أو أبواب السرطان. عوامل كيميائية، فيزيائية، ذكرنا الفيزيائية، قلنا الإشعاعات والتلوث الإشعاعي.
عوامل وراثية، الطفل يولد يورث هذه الطفرة الجينية من أحد الوالدين أو كلاهما، عوامل جرثومية، التهاب مستمر، عدوى إنفكشن مستمر، عوامل فيروسية، عوامل مناعية، ضعف المناعة، كل هذه العوامل هي أبواب لدخول السرطان. تحصل عندنا طفرة في جينات. الجين هو عبارة عن يعني كل خلية داخل المواد الخلية اللي هو يعبرون عنه بعقل الخلية، العقل المدبر للخلية. داخل هذه النواة هناك جينات، هذه الجينات يصبح بها خلل، الخلل يعبرون عنه بطفرة. من يحدث خلل بهذه الخلايا تبدي هذه الخلايا ما تستجيب للإعازات. الإعاز يقول تشغيل إيقاف، تشغيل إيقاف، وصلت الحد المعين تتوقف هذه الخلية عن الانقسامات، تخرج عن هذا النظام وعن هذا الإيعاز، تبدي تنقسم الخلية كيفما شاءت وكيفما تحب بنظام عشوائي خارج عن السيطرة، out of control. نتيجة لذلك يحدث عندنا الكانسر اللي هو السرطان. زين، فما تستجيب للإشارات، تصبح الخلية immortal. immortal يعني خلية خالدة. فكل تلف، كل تلف مبدئي داخل الخلية قابل للإصلاح عن طريق الخلية نفسها. يعني الخلية تقدر تصلح، تسوي ريبير لهذا التلف اللي يصير عندها، لكن مرات التلف لما يكون يعني أكثر من اللازم ولفترة طويلة، تظل تصلح تظل تصلح، تتعب. من يصير هذا التلف والتعرض إلى الفترة طويلة، تصير الطفرة وتتشوه وما تستجيب للإشارات. ولهذا كل ما يكون الجهاز المناعي نشط عند الإنسان وسليم، كل ما قلت مخاطر السرطان. لأن الجهاز المناعي لما يكون سليم يلاحظ الخلايا، أي خلية تعمل، يشوف سلوكها غير طبيعي، تعمل بشكل ما يعجب، يقضي عليها الجهاز المناعي، ما يخلي هاي الخلية تنقسم وتتكاثر. لكن المشكلة وين تصير عندنا؟ المشكلة تصير عندنا لما يضعف الجهاز المناعي. هذا الشرطي أو رجل القانون لما يضعف، الفاسد يصول ويجول. كذلك الخلية السرطانية لما الجهاز المناعي يضعف، تبدي هي تنقسم كيفما شاءت، وتبدي تكون مستعمرات، وتبدي تخرب بالجسم وبأنسجة الجسم، وتتكاثر بعدة طرق. طبعا هي ليش سموها خبيثة؟ أولا خبيثة أنه هي ما تسبب أي عوارض، أي أعراض بالبداية، ولهذا الإنسان ما يشعر بها وما ينتبه لوجود المرض. وبعدين هي طريقة التكاثر أو طريقة الحياة هذا المرض، طبعا إلى أساليب وإلى وسائل يعني عجيبة وغريبة، بمقاومة كل الظروف وبإيجاد كل الوسائل حتى يعيش ويستمر. أنا ما أدري بصراحة المحاضرة، أني البارحة راح أبدي من حيث بدأت أمس، يوم أمس ذكرنا العوامل الكيميائية اللي تسبب عندنا المشاكل السرطانية، وعددنا العوامل الكيميائية، قلنا قسم من الأدوية تسبب لنا الكانسر، قسم من التلوث البيئي، التدخين، بعض الأدوية اللي تسبب لنا السرطان هي الهرمونات التعويضية اللي تأخذها النساء بعد سن انقطاع الحيض. هذه الفترة المفروض النساء إذا تأخذ هرمونات تعويضية لازم تكون باستشارة طبية. إذا ما تكون باستشارة طبية، الهرمونات هي الاختلال الهرموني سبب من أسباب نشوء السرطان. حبوب منع الحمل، الدراسات أكدت أن حبوب منع الحمل هي واحدة من الأسباب القطعية لحدوث السرطان. عندنا بعض الأدوية، مثلا عندنا علاج إحنا نستخدمه بمجالنا اللي هو التاموكسيفين. هذا التاموكسيفين هو علاج المفروض يكون للكانسر، يعني علاج سرطان الثدي، لكن للأسف إنه من مضاعفاته أيضا إنه يسبب لنا سرطان الرحم. عندنا هاي أمثلة قاعد أنطيكم إياها، عندنا السايكلوسبورين. السايكلوسبورين هو علاج مثبط للمناعة، يعطى هذا العلاج قبل زرع الأعضاء،
مثلا قبل زرع الكلى. ليش؟ حتى الجسم لا يرفض العضو المزروع. لكن هذا السايكلوسبورين ثبط المناعة، من ثبط المناعة فتح باب للسرطان. هذا نوع، يعني هاي أمثلة عن الأدوية اللي ممكن تسبب لنا. ولهذا الأدوية دائما يجب أن تؤخذ باستشارة طبية وبمتابعة، ونحاول قدر الإمكان، يعني إذا عدنا بدائل أخرى نستخدم بدائل عشبية، نستخدم بدائل طبيعية. لكن أكو قسم من الأدوية لا غنى، لا بديل، ماكو بديل، لازم الإنسان يلجأ إن يأخذ العلاج الكيميائي الموصوف. لكن بعد يكون حذر فيما يخص الأدوية اللي ممكن إنه تسبب السرطان إذا استخدمت لفترة بعيدة وفترة طويلة. عندنا التلوثات البيئية، يعني حدث ولا حرج، مصانع البتروكيماويات، المعامل، المحارق التي تعمل خارج أو خلاف المعايير والمقاييس، عندنا مخلفات وسائط النقل، عندنا تلوث المياه. تلوث المياه طبعا خصوصا عندنا بالعراق، يعني حقيقة لو يعني لو فعلا أكو ناس، يعني خلينا نقول ناشطين في هذا المجال، يكشفون الأسرار. يعني فظائع هي تلوث المياه بالملوثات، الملوثات البيولوجية والمخلفات الصناعية والمخلفات الزراعية، هي خلينا نقول مخلفات الأسمدة الكيميائية. هذا فيما يخص تلوث المياه. نذكر من الأشياء الأخرى هي الإسبستوس، الحالة اللي يسموها الإسبستوسية. طبعا هذا هو عبارة عن الإسبستوس، هو نوع من أنواع الإسمنت، هي يستخدم في البناء كعوازل. يعني نسبة الوفاة بسبب الإسبستوس بالعالم كل سنة 100,000 حالة وفاة، يصيب الجهاز التنفسي ويصيب الظهار المتوسطة. طبعا هي هذه تصير بالغشاء الجنبي اللي يحيط بالرئة، والغشاء البيريتوني اللي يحيط بالبطن. هي تسبب سرطان للغشاء اللي يحيط بالرئة وبالغشاء البيريتوني. تصيب أنسجة الرئة وتحول أنسجة الرئة إلى أنسجة صلبة، مما يؤدي إلى مضاعفات تنفسية خطيرة. طبعا العامل أو الشخص اللي يعمل في مجال الإسبستوس يستنشق الاستنشاق طويل الأمد لألياف الحرير الصناعي والغبار، غبار الإسبستوسي. زين. ولهذا منظمة الصحة العالمية دعت منظمة العمل الدولية فرض حظر دولي على استخدام الإسبستوس، بعد ما أظهرت الإحصائيات نسبة الوفيات بهذا الملوث. نجي إلى طبعا سبب آخر أو عامل آخر من عوامل التلوث، اللي هو الكحول والتدخين. طبعا بالنسبة للسجائر، يعني تحتوي على 3 مواد سامة، اللي هي القطران، وذكرنا يمكن محاضرة سابقة أن القطران حتى الجهاز اللمفاوي اللي هو الجهاز اللي يخلص الجسم من السموم والبكتيريا والفيروسات، ما يقدر يتخلص من هذه المادة، مادة القطران، لأنها مادة ثقيلة وسامة جد، يعني تراكمية تتراكم بالجسم، فما يقدر يخلص الجسم منها. فهذا مادة القطران ترسب أكثر شيء بأنسجة الجهاز التنفسي والفم والحنجرة، فهو من المسببات الرئيسية لسرطان الفم والحنجرة والرئة. النيكوتين، المادة الثانية النيكوتين، اللي هي المادة اللي تسبب الإدمان على التدخين، هو المادة الأساسية في الإدمان هي النيكوتين، واللي تأثر على جهاز الدوران وتسبب الخفقان القاتل، وإلها تأثيرات على الخلايا. المادة الثالثة هي الكربون. الكربون منين يجي؟ يجي من نواتج حرق الورق اللي تنلف به السيجارة والتبغ، فهذا يتحول إلى حامض الكربونيك المخدش للأوعية الدموية، واللي يزيد من قابلية التجلط ويزيد أيضا من قابلية حدوث السرطان. بالنسبة للنرجيلة، يعني مركبات احتراق الفحم
تنتج لنا يعني الهيدروكربونية، إضافة إلى مضافات الطعم والنكهة اللي يخلوها ويا بالنرجيلة، هي معادن سامة عبارة عن الرصاص والكادميوم. وهذه المواد يعني أكو دراسة في جامعات كاليفورنيا، سووا في الدراسة وتجربة، طلبوا من مدخن يعني سووا مقارنة بين مدخني الشيش أو النرجيلة ومدخني السجائر. طبعا قدروا الـ يعني كمية الدخان اللي يستنشقها الفرد مع الشيشة خلال ساعة واحدة تعادل 100 سيجارة. يعني صوروا الكارثة، إنه ساعة واحدة من الشيشة تعادل 100 سيجارة. هذا فيما يخص السجائر. أما فيما يخص الكحول، فيعني الكحول بعد هي مادة الفورمالديهايد اللي هي من العوامل اللي تلعب دور في سرطان الكبد وسرطان البنكرياس، إضافة إلى غيرها من السرطانات، لكن هذه بالدرجة الأولى. بيجي إلى المسرطنات المنزلية، عندنا مساحيق التنظيف، عندنا مساحيق التنظيف إحنا ما نقدر نستغني عنها، لكن أكو مرات نحاول يعني نكون عندنا فد نوع من الوعي بهذا الجانب، ونحاول نختار مساحيق التنظيف الأقل أقل كيماوية. يعني أكو مرات نقدر، مو دائما نستخدم المواد وبالإضافة إلى هذا إحنا من نستخدمها المفروض نلبس قفازات أو كفوف أو جفوف مثل ما تقولون، ونستخدم ماسكات، لأن استنشاق هذه المواد واستخدام هذه المواد يعني الجلد هو من أكثر الأماكن أو من أسرع الأماكن في الامتصاص. يعني أنا أتصور من أول من داومت بالمستشفى الأورام شفت الكثير، يعني أغلب لا هي يعني الممرضين بصورة عامة يتعاملون ويا العلاج الكيميائي بدون يعني جلوفس، بدون جلوفس أو بدون كفوف. يعني من سألتهم قلت لهم أنتوا ما حد ذاكر لكم، ما حد ناصحكم، أنتوا قاعد تتعاملون ويا سايتو توكسيك دراكس، وهي أدوية سامة للخلايا، وهاي الأدوية قاعد تلزموها بيدكم وتنشب على إيديكم وعلى رجليكم، وانتم ما ماخذين ما يعني احتياطاتكم، شلون تتعاملون ويا هاي الأدوية؟ هاي الأدوية يعني يومية الجلد يمتص شوية من هذا العلاج الكيميائي اللي هو عبارة عن علاج سام للخلايا. هذا راح يصير عندنا حالة من التراكمية، وهاي التراكمية ممكن إنه هي تكون محفز لحدوث السرطان. وراها بدأت صار عندهم فد نوع من الوعي، وبدوا يلبسون الكفوف. وطبعا هي بالنسبة للي تعاملوا ويا العلاج الكيميائي أصلا المفروض دبل جلوفز، مو بس واحد، المفروض دبل جلوفز. لكن الحمد لله احنا وصلنا إلى واحد، يعني احنا في خير جدا، احنا فوق النخل زين، فجبناه على الامتصاص الجلد من اسرع الاماكن اللي يمتص. ولهذا احنا نحاول قدر الامكان نستخدم المواد الكيميائية، حاول نحمي نفسنا نستخدم المواد الكيميائية بالاستمرارية، انه احنا نتعامل مع هذه المواد بشكل يومي خلال عملنا يتطلب من عندنا، لان اكو بحث يقولوا له السرطان المهني occupational cancer، هذا السرطان المهني يعني المكان اللي انت تشتغل به لازم تحاول اذا بي مواد يعني ممكن انه على الاحتكاك وياها على المدى البعيد انه يسبب كانسر. فهذه اكو بحوث ودراسات عالمية انه السرطان المهني واحد من السرطانات اللي تنتشر من خلال العمل او الوظيفة اللي انت تعمل بيها. ولهذا لما يكون عملنا ويا مواد خطرة على الصحة، المفروض احنا نحاول قدر الإمكان نحمي أنفسنا بالتدابير السلامة. التدابير السلامة على مستوى بلد ماكو للأسف، لكن احنا نحمي نفسنا، احنا نحاول قدر الإمكان باللي نعرفه. فجبناها على مساحيق التنظيف، نحاول قدر الإمكان نختار المساحيق الأقل ضررا، وإذا نستخدم همين نستخدمها ارتداء الكفوف والكمامات. بالنسبة للعطور طبعا مركبات النفثالين،
للعطور، وخصوصا العطور اللي تنرش على الجسم مباشرة، هذه أبد ما ينصح بها. العطور ممكن أنه أنا أستخدمها على الملابس، أما أنه تلامس جسمي بشكل مباشر وباستمرارية هذا خطر، ما عدا الكولونيا. هاي الكولونيا مستبعديها بصفحة، أنه هذه ما مو تضر مثل بقية أنواع العطور. بالنسبة لأصباغ الشعر والأظافر اللي تستخدمها نساء الكوزمتكس، هذا يعني بدأ توجه أكو يعني عالمي، خلينا نقول للمستحضرات الأقل ضررا، أو المستحضرات اللي تحتوي على مواد فيها مواد صحية. يعني أقرأ مرات بالإعلانات أنه صبغ الشعر هذا لا يحتوي على مادة الأمونيا الحارقة، هذه لا بأس، لأن أصباغ الشعر من مسببات سرطان الجلد وكذلك الأظافر. نجي لمانعات التعرق، تحتوي على الألمنيوم، كانت الدراسات قبل تقول إنه هي من عوامل أو من مسببات سرطان الثدي، لكن لحد هسه ماكو دراسة تثبت 100% بشكل قطعي وجازم إنه هي تسبب سرطان الثدي، مادة مانعات التعرق اللي تحتوي على الألمنيوم. لكن بعد هي مادة الألمنيوم هي مادة كيميائية أني أستخدمها بشكل يومي كمانع تعرق، يعني حقيقة هذا الشيء أبدا مو صحي. حاول قدر الإمكان أبحث عن مانعات التعرق اللي ما تحتوي على مادة الألمنيوم، وأكو موجودة، وأستخدم مرات أكو مستحضرات محلية ممكن تطبيقها وصنع مانع تعرق، يعني جيد جدا وفعال جدا. يستخدمون ينصحون دائما مواد التنظيف، انه نحاول قدر الامكان اكو مرات الخل الابيض والبيكربونات الصوديوم ومادة الامونيا كالسائل، هذه في مواد التنظيف، يعني نحاول قدر الامكان يكون عندنا وعي بهذا الجانب. ملاحظة اكو العناية الشخصية، طبعا ذكرتها اني البارحة، هذه ضمن العناية الشخصية تجنب ارتداء الاحذية على الجلد بشكل مباشر. يعني أكو موضة هسه عند الشباب أنه يلبسون الحذاء بدون جوارب، طبعا هذا بغض النظر عن كل واحد وإلى رأيه الشخصي، لكن التحذير من عنده، أكو محاذير من ارتداء الحذاء على الجلد مباشرة، سواء كانت الجلود أصلية أم صناعية، فهي تحتوي على مركبات الكروم 3، وهذه يمتصها الجلد بالاستمرارية وممكن تسبب له مشاكل صحية. بالنسبة للحلي اللي تلبسها النساء، تحاول قدر الإمكان أنه ما تكون من معادن مسرطنة، أو وما تلامس الجسم بشكل لمدة طويلة. يعني الحلي إذا تلبسها ساعة ساعتين، المهم أنه تختار، يفضل أنه ما تكون من المعادن المسرطنة وعلى المدى البعيد. هذا فيما يخص المواد الكيميائية أو المحفزات خلينا نقول لحدوث السرطان بالمواد الكيميائية. نجي على عادات الطبخ، همينا خلي نمر عليها بعدين أذكر لكم التلوث الفيزيائي. عادات الطبخ عندنا، استعمل مرشح الماء قدر الإمكان. طبعا مرشح الماء يحمينا من الكائنات الدقيقة، يعني يحمينا من خلينا نقول من الأتربة اللي تصير، من يعني يخفف بعض الشيء من خلينا نقول مشاكل مياه الإسالة اللي تصل للبيت. تجنب أواني التيفال المخرشة، طبعا أواني التيفال كلش خطرة، هاي الأواني اللي احنا بصراحة للأسف يعني ما نعرف نتعامل وياها. هي أواني التيفال أصلا احنا من واشي اللي خلينا نقول نصوت بيها الأكل، وتكون من خشب قدر الإمكان، أو تكون من مادة نسيت اسمها، ما تخطر ببالي هسه، حتى لا تخرج هذه المادة التيفال اللي تغلف هذا الإناء، لأن هذا التيفال من يتخرج يبدي يكون يعني ضار على الصحة ويؤدي إلى مشاكل عديدة. الشوي بأكياس النايلون اللي هي البولي إيثيلين. أكياس النايلون طبعا
سنوات ظهرت هذه أكياس النايلون اللي يخلون بيها اللحم أو يخلون بيها أكثر شيء يستخدموها لشوي الدجاج والسمك وهاي الشغلات. فهذه أكياس النايلون من تعرضها الحرارة داخل الفرن أن يعني الألمنيوم ويا الحرارة على المواد الغذائية مصائب. الشوي على الفحم، الشوي على الفحم لدرجة حرق اللحوم يولد لنا مادة الكربون، وهذه واحدة من النصائح اللي احنا نقدمها لمرضانا. لما نقول لهم، لما يسألونا ناكل شوي، ايه اكلوا شوي بس لا تخلون هذا الشوي يحترق ويفحم او يصير بيه مادة يعني سيد. راح الصوت، راح الصوت. هسه اكو صوت؟ اي نعم. هذه ألواح الأسبستوس اللي تحدثت لكم عنها قبل شوية، مثل ما تلاحظوها بالصورة، ألواح الأسبستوس اللي يستخدموها كعوازل، وهي يصنعون منها الكثير من المواد العازلة. فهذه واحدة من المشاكل على مستوى العالم، واللي مثل ما ذكرت لكم أن منظمة الصحة العالمية دعت منظمة العمل على أن يقاف العمل بهذا الأسبستوس الإسمنتي. نجي بالنسبة للقلي المكرر بنفس الدهن ونفس الزيت مرات عديدة إلى أن يدخن. يعني إحنا ما شاء الله، الله يسلمهم الحبايب، من نقلي ما شاء الله لازم يدخن الزيت. هذا الزيت من دخن انتهى، هذا صار مادة مؤكسدة. وهي الأكسدة هذا موضوع طويل ومعقد جدا ويحتاج لشرح، يعني شنو هو المادة المؤكسدة وشنو اللي تسببه. من مسببات السرطان الدهن، من يدخن يولد لنا مادة الأكريلاميد، هذه مادة سرطانية. عندنا تجنب البلاستيك في حفظ السوائل الحارة والباردة فترة طويلة. يعني احنا ما شاء الله نخلي البطل الآرسي هذا كبير خصوصا نعتز به، ونخليه بالمجمد شهر شهرين، ونطلع من المجمد بين ما يذوب ويحمى ونشرب المي اللي به. هذا المي مو صحي، لأن المادة اللي نحفظ بها هي أصلا هاي المادة البلاستيك، هي مادة مسرطنة، وحفظنا بها المي لفترة شهر شهرين، هاي كارثة. بالإضافة إلى ذلك الحار أيضا، الحار أيضا خطر. يعني المواد البلاستيكية هذه من نخلي بيها سوائل حارة هم تكون خطرة على الصحة. زين، فيفضل أنه شرب السوائل، عندنا هذه الأواني والأقداح البلاستيكية اللي يسموها الستايروفورم أو المصنوعة من الرغوة الصناعية، هل أراويكم إياها؟ هذه المصنوعة من الرغوة الصناعية، هذه كارثة بمعنى الكلمة. يعني هسه بالمستشفى احنا من مرات نشرب شاي، اقول لهم كوب زجاجي هذا يستخدموه، ودائما انصحهم اقولهم ديروا بالكم، هذا المادة المصنوع منها الستايروفورم ويا الحرارة مسرطنة وممنوعة أصلا. يعني إحنا ما شاء الله إحنا كل ممنوع عندنا مرغوب. زين، يعني شنو اللي يضر إذا أنا أستخدم كوب؟ يعني لا بأس، أنا أشرب بيه مي اعتيادي لا بأس، لكن سوائل حارة بهذا خطر.
زين. نجي للمشروبات الغازية. المفروض المشروبات الغازية تقطع بكل أنواعها، كل أنواعها كوارث على الصحة المشروبات الغازية، لأن السكر اللي بيها يعني كارثي. بالإضافة إلى هذا هي تحتوي على ثاني أكسيد الكربون. يعني بعد شرب المشروب الغازي، واحد يقول يعني بعد ما يأكل أكلة دسمة يقول لك خل أشرب بيبسي، خل أشرب سفن بلكي حتى أرتاح شوية. بعد شرب هذا المشروب، طبعا الغاز يتجمع فوق جزء، خلينا نقول يتجمع فوق جزء من عنده، وهذا الغاز يخرج بالتجشؤ، ينطينا إحساس بالهضم، والجزء منه ينزل أسفل ويسبب لنا مشاكل هضمية، لأن هو يحتوي على حامض الفسفوريك وهي حامض المعدة الهيدروكلوريك، اثنينهم يجتمعون ويسببون عسر الهضم. زين. معظم المياه الغازية تحتوي على حامض الفسفوريك اللي يقلل امتصاص الكالسيوم، وخصوصا بالنسبة للنساء بعد سن انقطاع الحيض المفروض تحرم عليها تحريم كامل، لأن يسبب لها هشاشة بالعظام ويمنع امتصاص الكالسيوم. يعني هذه مادة محرمة دوليا المفروض يكون بالنسبة للنساء بعد سن انقطاع الحيض، وحتى بالنسبة للشباب. تصوروا يعني أنا ببيتي، يمكن إذا قلت لكم من داومت بهاي المستشفى وبديت أدور وأبحث وأقرأ، ما يدخل بيبسي أو سفن أو أي مشروب غازي، وحتى من يجيني ضيوف ما أقدم لهم هذا المشروب، لأن الشيء اللي ما أقبل على نفسي ما أقبل لغيري. يعني ما ممكن أنا أخلي مشروب غازي ببيتي أني ما أشربه ويجي الضيف وأقدم له هذا المشروب الغازي. ما يعني هو أصلاً مادة محرمة إحنا نعتبرها. زين. بالنسبة للصحة كارثة. نجي إلى التقطيع الناعم للمواد الغذائية والطبخ فترة طويلة يفقد الطعام قيمته الغذائية، يعني الأكل يبقى بدون فائدة مجرد طعام، خصوصا بالنسبة للخضروات. أنا ذكرت البارحة أنه أكو جذور أو قدور خاصة بها، يعني ترتيب بمصفي، نخلي مي بالقدر ونخلي بالمصفي المادة غذائية، وخصوصا الخضروات لأن تتأثر بالغليان وتفقد يمكن إذا قلنا 75% من قيمتها الغذائية بالغليان. فهذا الطبخ بالبخار يحافظ على 85 إلى 90% من قيمتها الغذائية، وإحنا كلش نحتاج الخضروات لأنها مضادات أكسدة وتحارب السرطان وتحارب الجذور الحرة. هذا الجذور الحرة طبعا موضوع آخر يعني نتكلم بيه إن شاء الله فيما بعد. فبالنسبة الأشياء اللي تساعد على الهضم بدل المشروب الغازي، اللبن، مي ولبن، شنينة يحتوي على بكتيريا مفيدة تساعدنا على الهضم أفضل من المشروبات الغازية. خلي المشروبات الغازية نحذفها من حياتنا، ما راح نخسر شيء، بالعكس نربح. نجي للتلوث الفيزيائي اللي هو الشمس والأشعة فوق البنفسجية، وبعض الصخور أيضا بها إشعاع، صخور الجرانيت هذه أيضا بها إشعاع. هي أصلا البيئة تحتوي على إشعاع طبيعي، المي بيه إشعاع، الهواء بيه إشعاع، التربة بيها إشعاع، لكن نسبة الإشعاع اللي بيها هو تراكيز منخفضة ما تؤذي صحة الإنسان. الخطورة تكمن بالأشعة فوق البنفسجية اللي يتعرض إلها الإنسان لفترات طويلة، لما تكون الشمس عمودية هذه بها خطورة على الصحة، بالإضافة إلى المصادر الصناعية اللي عندنا محطات توليد الطاقة النووية. أنا ذكرت البارحة وقلت إحنا ما نحتاج محطات توليد الطاقة النووية، إحنا العراق عبارة عن طاقة نووية، يعني الأسلحة اللي عاملونا بيها بحرب الخليج بس الله اللي يدري بيها، وتأثيراتها يعني صار لها سنوات بدأت تظهر على الشعب العراقي وخصوصا الوسط والجنوب. بدينا نلاحظ الارتفاع نسبة الإصابة بالسرطان، بكل أنواع السرطان، بالإضافة إلى التشوهات الولادية وإلى آخره من المشاكل اللي حصلت
يعني على الكائنات الحية، على التربة، على كل شيء. يعني ذكرت مقارنة، قلت يعني هسه لو نقارن ابن البصرة بابن زاخو، أو مدينة البصرة بمدينة زاخو، راح نشوف الإصابات بالبصرة ما تتقارن. ليش؟ بسبب التلوث، بسبب حقول النفط، بسبب الإشعاع، بسبب يعني إحنا بصراحة العراق ما خلوا شيء ما جربوا بينا. وموضوع الأسلحة اللي استخدموها ويانا، هذا الموضوع يعني يمكن أجيال وأجيال راح تدفع ثمن هذا السلاح اللي استخدموه بالعراق. قلنا محطات توليد الطاقة النووية هي من مصادر الخطورة. عندنا أجهزة الفحص والتشخيص، اللي هي أشعة سينية، أشعة المفراز، أشعة، أكو الوميض النووي، هذه أكثر شيء تلقوها مستشفيات الأورام. بغض النظر أيضا هي موجودة، الفحوصات والأشعة السينية موجودة حتى بقية المستشفيات، هذه بها خطورة على الصحة إذا الإنسان ما يحاول يحمي نفسه من هاي الأشعة، وخصوصا اللي يتعامل معها على المدى البعيد. أشعة العلاج موجودة عندنا، هذه أشعة العلاج، العلاج الإشعاعي اللي نعطيه المرضى الكانسر. طبعا يعني شيء كلش، يعني ما أعرف شو أقول، يعني للأسف بالدول العالم الناس اللي تشتغل في حقن الإشعاع هي موجودة عندنا، بس بشكل خلينا نقول شو بزنس، شو بزنس، مو شكل جدي. إنه الناس اللي تشتغل بحقن الإشعاع المفروض عندها باجات، هذا الباج يقرأ إيش قد تعرض هذا الشخص لكمية الإشعاع. والمفروض العاملين بحقن الإشعاع دوليا أنه ما يجوز لهم يشتغلون إلى مدى بعيد. يعني حسب ما قريت مرة أنه هم لهم كذا سنة يشتغلون في هذا المجال، بعد هذا ما مسموح لهم يشتغلون في مجال الإشعاعي، سواء كان علاجي سواء كان تشخيصي، لأن هذا به أضرار على الصحة، لأنه يحتوي على الإشعاع المؤين، وهذا الإشعاع يؤثر على الخلية، وممكن أنه يسبب طفرات تكون مسببات لحدوث السرطان. طبعا الملوثات الإشعاعية، أيضا عندنا الأشعة الكونية. الأشعة الكونية، أراويكم هذه الأشعة الكونية، جسيمات هي ذات طاقة عالية تأتي من الفضاء. هذه الأشعة الكونية تأتي من الفضاء وتصطدم بالطبقات العليا للأرض أو الغلاف الجوي. ولهذا يقول الله تعالى، يقول وجعلنا السماء سقفا مرفوعا، أو وجعلنا، الآية تقول أي سقفا هي، أو بناء، وجعلنا السماء بناء. يعني هذه الغلاف الجوي للأرض هو عبارة عن مئات الكيلومترات من الهواء الكثيف اللي يمنع، يعني رغم أنه هذا الغلاف الجوي نفاث بشكل يسمح لأشعة الشمس تصل الأرض بـ8 دقائق، بنفس الوقت هو أقوى من أقوى السدود الفولاذية اللي يحمي الأرض من الشهب والنيازك وضرر الأشعة الكونية. يعني الأشعة الكونية بما تصل الأرض هي تصل بنسبة معينة، لكن لو لم يكن هناك حاجز أو غلاف جوي، هذه الأشعة كانت سبب في دمار الكائنات الحية، ويعني ما يبقى وجود للحياة على الأرض. فالغلاف الجوي يحمي الأرض من هذه الأشعة، لكن عندها الأرض. ذكرنا المخلفات النووية، ويمكن أعطيتكم مرة مثال بمنطقة بإيطاليا، وأكو مناطق بالعالم اللي يطمرون بها المخلفات النووية. وقلت لكم مفاعل الشيرنوبل اللي بالـ86، هذا المفاعل اللي تفجر وسبب دمار بيئي إلى ما شاء الله يعني على الأرض. فهذه كلها ملوثات.
لكن نرجع ونقول مو كل الإشاعات ضارة إذا أحسن الإنسان التعامل معها بما يحفظ سلامته. يعني الإنسان يقدر يستغل هذه الإشاعات لصالحه إذا عرف شلون يتعامل وياها بذكاء، باتخاذ التدابير اللازمة إنه يحمي نفسه من ضرر هذه الإشاعات، لأن الإشعاع أصبح بعالم بالدول المتقدمة هو جزء من الطاقة الحيوية اللي ما ممكن الاستغناء عنها. يعني توليد الطاقة الكهربائية صار بالإشعاع، إحنا بعدنا بالواير وبالمولد. تعقيم المعدات الطبية، التشخيص إلى آخره من الأمور اللي أصبح لا يقوم الحياة إلا عليها بالإشعاع. زين هذا شلون يتعامل ويا هاي الأشعة؟ يتعامل وياها بالشكل اللي يقدر هو يحمي نفسه. زين، فمو كل الإشعاعات هي ضارة. نجي على الأشعة غير المؤينة. إحنا ذكرنا الأشعة المؤينة وقلنا هاي الأشعة هي الأشعة الضارة اللي ممكن تسوي لنا طفرة جينية، لأن تأثر على النواة وتأثر على الإلكترونات اللي موجودة بالنواة وتسبب لنا مشاكل إذا تعرض لها الإنسان بشكل مباشر ولفترات طويلة بدون وقاية. نجي للأشعة غير المؤينة اللي يكون منشأها كهربائي، مغناطيسي، حراري. ما تمتلك الطاقة الكافية إنه تأين الذرات، لكن يعني نقدر نعتبرها أقل ضرر. الأمثلة على هذه الأشعة طبعا مراكز محطات البث، أبراج الهواتف النقالة، أبراج الإنترنت، الراديو، التلفزيون، كيبلات الكهرباء، محطات توليد الكهرباء، أسلاك الكهرباء، الأشعة فوق الحمراء اللي يتعالجون بها، هي أشعة علاجية طبعا، أشعة فوق الحمراء، أجهزة الميكروويف تحتوي على أشعة غير مؤين. الأضرار أضرارها أنه تشوش الساعة البيولوجية. طبعا موضوع الساعة البيولوجية إذا الله قدرنا يعني نتكلم به بالمحاضرة القادمة إن شاء الله. تشوش عملية الأيض. العملية الأيض هذه عملية البناء والهدم في جسم الإنسان. تسبب ضرر على شبكية العين. هذه قسم يعني خلينا نقول مضار الأشعة غير المؤينة، لكن ما تتقارن ويا أضرار الإشعاع المؤين. يعني التدابير أو شلون نحاول نحمي نفسنا، إنه استخدام الهواتف النقالة يكون بصورة معتدلة. زين شلون وإحنا الهواتف النقالة بجيوبنا 24 ساعة؟ يعني حقيقة هاي يعني مرات أحاول قدر الإمكان إنه أبتعد عن هذا حياتنا أو أسلوب حياتنا أو إلى آخره من الأمور اللي قاعدة تفرض علينا إنه هذا الجهاز يكون مرافق لنا دائما. يعني استخدام الهواتف النقالة المفروض يكون بشكل معتدل، يمنع على الأطفال إلى عمر 12 سنة. دون ال 12 سنة المفروض تمنع عنهم هاي الأجهزة، الهواتف النقالة والآيباد وغيرها وغيرها. بالنسبة ذكرنا العاملين بحقل الإشعاع، عندهم إجازة إجبارية، المفروض عملهم ما يزيد عن ما أتذكر والله، حتى أكون صادقة وياكم ما أتذكر السنوات، لكن هم محددين عالميا، هم محددين كذا سنة يعمل في هذا المجال، ولازم يكون عنده إشعاع حتى يقيس نسبة الإشعاعات اللي هو تعرض لها خلال كذا فترة. هذا فيما يخص الإشعاع وأضرار الإشعاع. نجي إلى عامل آخر من عوامل الضغوط النفسية، وإحنا الشعب العراقي تاريخ يشهد، ما فرد يوم شاف هذا الشعب راحة. ضغوط نفسية طبعا هذا موضوع شامل وواسع جدا، ومن أبرز مسببات الأمراض بمجتمعنا بعد التلوث. الغدة النخامية طبعا هذه غدة موجودة بالدماغ، في قاعدة الدماغ. للأسف طبعا هذه تقصير من عندي، المفروض أحضر لكم صورة حتى أوريكم الغدة النخامية.
هذه الغدة أثناء الضغط النفسي، أثناء القلق، أثناء التوتر، أثناء الاضطراب، أثناء ما إحنا مثلا نفقد عزيز، واجهنا مشكلة بالحياة، الهايبوثالاموس أو الغدة النخامية ترسل إيعاز إلى الغدة الظهرية اللي موجودة فوق الكلية، تفرز الكورتيزول. من انفرز الكورتيزول بنسبة كبيرة بأجسامنا ولفترات طويلة تبدي عندنا المشاكل. من أهم المشاكل ومن أول المشاكل انخفاض المناعة، وخصوصا خلايا تي سيل المناعية. تي سيلز المناعية، هذه تي سيلز هي نوع من أنواع خلايا البيضاء الدفاعية. طبعا هذه الخلايا عملها بالجسم مثل الجنود اللي تفتر وتبحث عن أي عدو وتدمره، يسموها كيلر سيلز، الخلايا القاتلة. هذه الخلايا للأسف بالقهر وبالحزن وبالقلق وبالخوف وبالاضطراب، الكورتيزول يخلي هاي الخلايا يخفض من نسبتها. من تنخفض من نسبتها، احنا واحدة من الجبهات تكون مكشوفة للعدو، لأن الدفاع اللي عندنا هذا الدفاع أصبح ضعيف، ما يقدر يقاتل بشراسة وبعنف أو بقوة مثل ما كان. زين، هذا بسبب ضعف الجهاز المناعي. فتبدي عندنا تتراكم، السكر يبدي يرتفع عندنا، الضغط يبدي يرتفع عندنا لأن يتلاعب بالأدرينالين، قرحة المعدة تبدي تصير عندنا، ستريس ألسر، هذه لأن الكورتيزول يخفض حامض الهيدروكلوريك الموجود بالمعدة. تبدي عندنا الربو، والجسم يصبح عرضة للتحسس، وتبدي عندنا يعني مشاكل حدث ولا حرج، احتباس السوائل بالجسم، الاكتئاب، هذا كله بسبب ارتفاع الكورتيزول. يعني ما تتصورون هذا الكورتيزول شو يسوي من مصايب إذا ارتفع بنسبة عالية بالجسم ولفترة طويلة. لذلك احنا اغلب المرضى، يعني انا احكي عن مرضانا، من نسالهم ايش وقت صار عندكم، او يعني مثلا نقول، ما ادري انتم بلهجتكم تقولون صارت عندي شوطه، ما ادري هي شي كلمه، ما ادري موجوده عندكم شوطه، مثلا صار عندي فد قهر، فقدت عزيز، صارت عندنا مشكلة وراها فترة بديت تظهر عندي المشاكل، ولهذا يعني السبب هو ارتفاع الكورتيزول. ارتفاع الكورتيزول نزل المناعة وبدت عندنا المشاكل، وحدث ولا حرج. زين، فنحاول قدر الإمكان، يعني أنتم حتى يمكن لاحظتم كورونا واحدة من أسباب الوفيات كانت الخوف. ليش الخوف؟ لأن ارتفع الكورتيزول، نزلت المناعة. الكورونا هو والمناعة في مد وجزر، نزلت المناعة، مات المريض، راح بي من الخوف، لأن خصوصا بالبداية لما هو الفيروس هذا يعني جديد على البشرية، بعد الناس العالم ما يعرف تفاصيله وملامح هذا الفيروس وشنو تأثيراته، فصار عند الناس فوبيا ورعب من هذا الفيروس، فهواية الناس ماتت بسبب الخوف. هذه واحدة من المشاكل، الضغوط النفسية باب من أبواب حدوث السرطان. نجي إلى عامل آخر واللي هو السهر وقلة النوم. السهر وقلة النوم نقدر نعتبره من العوامل اللي أيضا تخفض المناعة بالجسم، وتأثر على الساعة البيولوجية اللي يسموها سيركيديان ريذم. سيركيديان ريذم، الساعة البيولوجية. الله سبحانه وتعالى خلق البشر، هذه جينات محتفظ بها البشر منذ آلاف السنين، الجينات اللي عنده أنه بالليل ينام وبالنهار يشتغل، النشاط 16 ساعة والنوم 8 ساعات، أقل شيء 7 ساعات. فالإنسان من يبدي يخربط بهذا النظام تبدي عنده المشاكل. إذا كانت الهواتف باليد، تبقى العين ترسل إشارة للدماغ
تقول له تحفز على إنتاج هرمون الميلاتونين. هرمون الميلاتونين هو هذا الهرمون اللي يسبب عندنا النعاس. الدماغ يجي إيعاز من العين أنه لا تفرز هرمون الميلاتونين بعد الغوة بعد النهار. هو شو وقت الجسم يبدأ يفرز هذا الهرمون؟ لما تظلم طفي الأضوية، تبدي الغدة الصنوبرية اللي هي موجودة بالدماغ، بقاعدة الدماغ، الدماغ يعني ترسل هذه الغدة إفرازاتها للجسم، ويبدي الجسم يشعر بالنعاس وينام الإنسان. الإشارة منين تجي؟ من العين. لكن العين لما تشوف الضوء، وخاصة الموبايلات بعيوننا أو الآيبادات بعيوننا وغيرها وغيرها، ظل تجي إشارات للدماغ إنه لا تفرز الميلاتونين بعدنا بعدنا. فهي النوم، النعاس يجي على شكل موجات. الموجات هذه احنا ما نستغلها، لأن احنا ما عندنا شعور بالنعاس. اللي يحصل عندنا، يحصل إجهاد على الخلايا الدماغية، اللي هي من المفروض ضمن هذا البرنامج اللي الإنسان مبرمج عليه، اللي هو نشاط 16 ساعة وراحة 8 ساعات. هذا البرنامج ينلغي، يصير إجهاد على الخلايا الدماغية، تتراكم عندنا مادة اسمها البيتا أمايلويد. البيتا أمايلويد هو عبارة عن بروتين سام، هذا يترسب بالخلايا الدماغية، بالأنسجة العصبية للخلايا الدماغية، ومع الوقت يبدي يكون يسموها بلاكي. بلاكي يعني شلون نقول ترسبات تصير على خلينا نقول أنسجة الخلايا العصبية، وتبدي عندنا المشاكل. المشاكل اللي تبدي عندنا أولها الزهايمر أو الخرف المبكر، يبدي عندنا الديمنشيا، النسيان. يعني مثلا أنا هاي الحاجة خليتها هنا ورا شوية، أريد أتذكر وين خليتها، ما أعرف. هذا الشخص شفته قبل فترة، أريد أتذكره، ما أعرف هذا الاسم، هذا شو يعني اسمه، والله ما أعرف، نسيت، وإلى آخره. تبدي عندنا هذه المشاكل الذهنية تكثر عندنا. السبب هو مادة البروتين البيتا أمايلويد اللي بدأ يترسب بالخلايا الدماغية نتيجة قلة النوم ونتيجة السهر. يعني احنا ضربنا السيركاديان ريذم، ضربنا الساعة البيولوجية. هذا النظام اللي احنا خلقنا عليه، اهملناه، فتزيد عندنا المشاكل. زين، الحل شنو؟ انا اذا ابقى على هذه الوتيرة، انا خلال فترة من عمري بعد حتى انسى اسمي. يعني اضطرابات ذهنية وفكرية، وبعد قابلية الاستيعاب، قابلية المعلومات، هاي كلها تضعف عندي. والحل طبعا هو النوم في الوقت المبكر، كما تبرمجنا، مثل ما احنا مبرمجين، وجعلنا الليل سكنة وجعلنا النهار معاناة. النهار حركة ونشاط، الليل النوم. فاحنا لما نضرب هذا النظام تخربط جسمنا كله، ومشاكل حتى تصير عندنا مشاكل، تبدأ مشاكل أخرى بالليل والحاسة، وإن احنا العراقيين ما شاء الله يعني كربوهيدرات ونشويات، وتبدي عندنا السمنة، وتبدي عندنا وراها السكري يبدي يشكل عندنا. كل هذا من وراء السهر، ومن وراء ضرب الساعة البيولوجية، وشون نقول، يعني ما أدري، يعني حقيقة ما أعرف شو أوصف. زين، فصار عندنا خلل أيضا، سبب عندنا هاي المشكلة، سببت عندنا اضطرابات هرمونية. وهذه الاضطرابات الهرمونية مدخل لدخول السرطان. يعني راح تقولون معقولة؟ إيه معقولة، السهر وقلة النوم من المشاكل، بغض النظر عن المشاكل الذهنية والمصائب اللي يسببها على الخلايا العصبية مع مرور الوقت. الحل هو النوم المبكر، واحترام
احترام هاي الحاجة البيولوجية اللي هي مع الإنسان منذ الخليقة. زين، بالإضافة إلها أيضا إحنا لازم عندنا حل آخر، هو الصوم المتقطع. الصوم المتقطع إيصال الخلايا إلى الجوع الشديد. يعني أكو إحنا كمسلمين شهر كامل صيام، لكن إحنا المشكلة أنه ما مستغلين هذا الشهر الصيام. إحنا نصوم لكن مرات نقضي الصوم بالنوم. هذا النوم مع الصيام ما ينفع أجسامنا، ما يؤدي إلى تنظيف الجسم وتنظيف الخلايا. لازم الجسم تكون في حالة أكتيفيتي، في حالة نشاط يعمل حتى تجوع الخلايا بشكل كبير. لما نجوع الخلايا بشكل كبير ونقطع عنها الغذاء والطاقة، تبدي تكسر وتبدي بتنظيف وتدوير مكوناتها الغير ضرورية، وتبدي تكسر هاي المكونات حتى يستفيد منها الجسم. من ضمنها الدامج سيلز، هذه الخلايا اللي تأثرت بالبيتا أمايلويد. زين، هذه الترسبات يبدي الجسم يحاول يتخلص منها ويحولها إلى مواد أخرى يستفيد من عندها. فالصيام المتقطع 16 ساعة، أقل شيء 16 ساعة، حتى الجسم يبدي بجوع الشديد ويبدي ينظف نفسه بنفسه. يسموها الأوتوفيجي، الالتهام الذاتي. هذا كلش مهم، الصيام المتقطع. ومو احنا مجرد انه فطرنا نبدي الحلويات والنشويات والنساتيل والبيبسي والمشروبات كل شيء ما سوينا. احنا لازم بعد هذا الصوم اكلنا نحاول يكون اكل صحي بعيد عن الكربوهيدرات العويصة. واكثر مشاكل الشعب العراقي الصحية هي من الأكل الغير صحي المليء بالكربوهيدرات، ولهذا يخلي يكون الأكل يحتوي على دهون صحية، على فواكه، على خضروات، على ألياف. هذا هو الأكل الصحي اللي ممكن إنه بعد جوع شديد إحنا وناكل باعتدال، مو ناكل بشراهة بحيث إحنا ما يعني هذا التصليح اللي بدأت به الخلايا المفروض يكمل، المفروض احنا نستمر به. يعني الصيام بالاسبوع يومين صيام متقطع مفيد جدا. وتصليح اصلاح عادة النوم بالنوم المبكر كلش مهم. واعتقد وقتنا شارف على الانتهاء، وممكن اخذت من وقتكم همين شوية. دقيقة واحدة ست أصلا دقيقة واحدة، ما سوي لنا دقيقة واحدة هذه. لا عادي عادي أستاذ، أخذ راحتك. أخذ راحتي، راح أكمل لكم شغلة واحدة بس. إحنا بدينا طالما تحدثنا عن السهر، راح نتحدث عن السهر عند الأطفال. هذا موضوع كلش مهم، السهر وأثاره الصحية على الأطفال. 80% من المجتمع العراقي أو من عوائلنا ما تعرف أضرار السهر وفائدة النوم المبكر. إحنا ذكرنا متوسط النوم هو من 7 ساعات إلى 8 ساعات بالليل. أحط خط، أجر خط جو الليل، لأن الليل إحنا اللي يفيدنا مو بالنهار. النهار حتى لو حاولنا نعوض سهر الليل بالنهار ما راح يكون مفيد مثل نوم الليل، لأن هذا هو قانون الحياة. وعندنا أكو هرمونات وأكو إنزيمات وأكو هذه كلها تبدي تشتغل بالليل لما نطفي الضوء وننام، نغط في نوم عميق. زين، المعدل النوم قلنا 7 إلى 8 ساعات يوميا. بالنسبة للأطفال اللي هم عمر المدرسة وأقل من عمر المدرسة 10 ساعات بالليل. زين، هذا الوقت المفروض نحترمه، لأن الأطفال خصوصا الأطفال إذا ما ينام الطفل بوقت مبكر تبدي عنده مشاكل البدانة، وتبدي عنده مشاكل، قلنا ورا البدانة أكو سكري، وعندنا اضطرابات النمو. يعني شوفون هذا القصر القامة وهاي المشاكل اللي بالنمو عند الأطفال، النمو المتأخر وحتى يوصل إلى البلوغ المتأخر، هذا سبب خلل هرمونات النمو.
من المناسبة راح أسأل سؤال، شنو هي الهرمونات؟ ظلت تحكي عن الهرمونات غير تفهمنا شنو هي الهرمونات. الهرمونات هي مواد كيميائية تفرزها غدد موجودة بالجسم، تأثر على أنشطة وفعاليات الجسم. هذه هي الهرمونات. فالمشاكل اللي تصير عندنا بالأطفال مثل ما ذكرنا، السمنة اللي هي البدانة، وتأخر النمو، وتأخر يوصل إلى مرحلة تأخر البلوغ. بغض النظر، أكو أسباب أخرى لتأخر النمو، أكو أسباب وراثية، أكو عادات غذائية سيئة، أكو غدد صماء، أكو أمراض أخرى، لكن أكو عاملين نقدر إحنا نتحكم بيهم، اللي هم عامل النوم وعامل الأكل الصحي. يعني بدل ما أنا أنطي للطفل تشيس جبس أو حلويات، أخلي له تفاحة، أخلي له فد موزاية، أخلي له فد أكل صحي. يعني يا مكثر الأكل الصحي للأمهات اللي الواعيات اللي يهتمن بصحة أطفالهم. فليش أدور على الشيء السهل؟ هذا الشيء السهل آثاره ومردوده سلبي على المدى الطويل. مثل ما ذكرنا أنه هذا الهرمون، أنه النوم إذا ما انفرز بالوقت المناسب والطفل ينام نوم عميق، راح يصير عندنا اضطراب بهرمون النمو. شيء متعلق بشيء، شيء مرتبط بشيء. اضطراب بهرمون النمو يؤثر على صحة هذا الطفل، ويوصل إلى يسبب له مشاكل، خلينا نقول بدنية، مشاكل نفسية، ومشاكل ذهنية. مثل ما ذكرنا، نفس العملية هي الضوء شغال بالليل والعين ما تميز الليل من النهار، وتظل تنطي إيعاز للدماغ، لا تحفز لا تحفز لا تحفز الميلانين، لا تحفز ترى ما صار الليل بعد. وهذا الطفل يظل مقابل التلفزيون، مقابل الآيباد، ومقابل الموبايل، ويلعب زين إلى ما يهلك الطفل، يتعب من التعب والإرهاق راح ينام. زين، هذا الإرهاق والإجهاد ترتبت عليه مشاكل بدنية اللي هي مشاكل النمو. هاي أول نقطة أخليها مشاكل النمو، واللي أكثر العراقيين ما ملتفتين لهاي النقطة. إحنا قلنا هسه يقولون ليش مو أكو مشاكل هواي؟ إيه أكو أسباب أخرى، لكن السهر وقلة النوم واحدة من المشاكل الرئيسية، واللي الأهل ما ملتفتين لهذا الموضوع. طبعا هم الأهل هم السبب، يعني هم الوالدين أو العائلة لو تحترم وقت النوم وتعتبر هذا وقت مقدس، وقت مبكر أصفي الأجهزة وآخذ الأجهزة من إيدين الأطفال وأقول لهم هذا وقت النوم انتهى. الطفل تلقائيا لما يشوف أهله نايمين هو اعتيادي راح ينام، شو يسوي بعد سهران؟ فالإرهاق اللي يصير عند الطفل والإجهاد اللي يصير حيكون على عين الطفل وعلى أنسجة الدماغ. وهذا يعني بعد طفل صغير تدي عنده هاي المشاكل الذهنية، قلة الاستيعاب اللي تؤدي إلى التراجع حتى بالدراسة، تؤدي إلى مشاكل نفسية، قلة التواصل مع الآخرين، ومن ضمنها مشكلة التوحد اللي هي أصبحت مشكلة على مستوى عالمي. عندنا مشاكل البدانة، وقلنا البدانة بالمستقبل القريب من عمر الطفل شوية، مجرد وصل مرحلة البلوغ شكلت عنده مشاكل تؤدي إلى حدوث السكر. زين، فللرجوع من الأهل رفقا بأطفالكم، فهم نواة المستقبل. إذا كانت النواة بهذه الهشاشة وهذا الضعف، شلون راح يكون هذا المستقبل؟ وشلون راح يكون هذا الولد أو هذا الصبي أو هذه الصبية من يكبر؟ زين، شكرا لإصغائكم. الحد هنا بعد ما أغششكم أكثر، أريد الكل توصل نفس الحد. أنا أعطيتكم شوية زيادة السهر وقلة النوم. أرجو أنه ما أكون ثقلت عليكم، قولت المصريين يجعل كلامنا خفيف عليكم. واللي عنده سؤال وعنده استفسار، وإذا أقدر أجاوب عليه أنا بالخدمة. بارك الله بك يا استاذ عاصم، جزيل الشكر، ما قصرت فيك. الله يسلمك استاذ علي الورده. الله يبارك. تسلمين حالي، تسلمين حالي استاذه، اهلا وسهلا، يعني كل تاثرك. الله يبارك بيك، انا الممنونه منك استاذ. الله يسلمك. بالمناسبه نزل رابط الحضور اللي يريد يخلي يسجل. اي ان شاء الله. تسلمين. شلون استاذ اكو ما اقول فهمت.
نزل رابط الحضور بالمحادثة، إذا أحد يريد يخلي يسجل. نعم حتى قبل ما يغادرون. نعم يلا شكراً عمي. شكراً لكم جميعاً، أنا الممنونة. عاصمة، أحد الطلبات أنه المحاضرة عن الساعة البيولوجية تكون لها محاضرة مستقلة وتنظيم ساعات النوم. أوكي، والله يدللون بس يطبقون، مو بس يسمعون. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن شاء الله باثنين هذا النوع. إن شاء الله. بس اللي يسجل حضور البارحة يعني حضر المحاضرة واليوم حاب يستفاد يعيدها لا يسجل حضور. أكيد أخذ شهادة، شهادتين. اي نعم، لا هو يعني مرات يدخلون بمحاضرة على النص ويطلعون، بس المحاضرة مالت عاصمة حبوا يكرروها هواية، والله فقلت لهم هلا بكم. هذا شيء يعني يسعدني ويفرحني والله العظيم، الله ويخلي يسلمك. ويشجعني إنه يعني خلي نقول أستمر بهذا الموضوع وأتوسع به. وحقيقة أنا يعني خلينا نقول التساهيل من الله، الله سبحانه وتعالى هو اللي يعين. يعني أنا موضوع هاي المواضيع إذا يحبون وعندهم اقتراحات وعندهم آراء، أنا كلي آذان صاغية ومستعدة يعني أقدم لهم، أتوسع وياهم بهذا المجال وبمواضيع أكثر وأكثر ممكن نخلي نقول تنبهنا الأشياء كلش كنا غافلين عنها. إن شاء الله أستاذة تسلمين، إن شاء الله نتفق على برنامج وأكيد إن شاء الله الكل راح إن شاء يحب الله هذا إن الشيء. شاء الله إن شاء الله. ممنونين منك والله. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا.